توقعاتك لمباراه الاهلي والزمالك؟ انا اتوقع ان ينتهي الماتش 0-0 تعادل، او حتى لو كده ممكن برضه تعادل 1-1. متوقع ان هو يخلص 0-0. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. الزمالك ان شاء الله يتعادل يفوز 1-0 بالعافيه. ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0 الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله 2-0 للزمالك. الاهلي هيكسب فرق يعني ان شاء الله، وهيعوض ماتش السوبر باذن الله. مين هيجيب الاهداف؟ ممكن بن شرقي في الزمالك، او ممكن حسين الشحات في الاهلي. وليد سليمان، بادجي لو المدرب بدا بيه، اللي ما اعرفش انا مش فاهم ليه فايلر سايبه كده، يعني عايزين ياخد فرصه اكبر من كده. والثالث ان شاء الله مجد قفشه. لو يلعبوا بالاحتياطي هيبقى اسلام جابر، لو يلعبوا بالاساسي هيبقى مصطفى محمد، طارق حامد، وبن شرقي ان شاء الله. ممكن كالعاده يعني عمرو السليه، وممكن جون اجاي، علي معلول، ونحاول ان شاء الله وليد سليمان. جولين ما يجيبهم مصطفى محمد ان شاء الله. يعني اتوقع في الاهلي ممكن حسين الشحات، وفي الزمالك مصطفى محمد.